السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لحضراتكم جميعا. وإيه يا دكتور موضوع الكيتو دايت اللي الناس كلها بتتكلم عنه ومنتشر على مستوى العالم، وهل ده مضر؟ احنا سمعنا ان هو ليه مشاكل كتير، سمعنا انه مش عارف بيدمر ايه وبيعمل ايه، والكلى والكوليسترول والنقرس والمرارة والغدة الدرقية وحاجات كتيرة جدا فيها لغط. انا حبيت افهمكم في فيديو الاولاني للمبتدئين خالص اللي ما عملوش كيتو دايت واللي عايزين يخشوا الكيتو دايت، ايه هو الكيتو دايت وتفسيره، وايه ليه السبب لجأوا ليه، وايه العلاقة بتاعت الكيتو دايت بمرض السكر والالزهايمر والصرع والحاجات دي كلها. فيديو مهم جدا عن الكيتو دايت وعن علاج مرضى السكر ومقاومة الانسولين وايه فكرة الكيتو دايت. الكيتو دايت بمفهوم بسيط خالص هو النظام الصحي الغذائي اللي هو بيتعمل عشان يعالج مقاومة الانسولين ويعالج مرض السكر، والنظام الصحي لعلاج الاطفال اللي عندهم صرع، والنظام الصحي لعلاج امراض كتيرة جدا. ايه هو الكيتو دايت ويعني ايه كيتو؟ يعني الناس عايزة تسأل، عايزة تعرف ايه كيتو دايت ده يا دكتور، ويعني ايه كيتو، ويعني ايه نظام غذائي بالدهون، وازاي الدهون دي ما ترفعش عندي الكوليسترول. الامور دي كلها هنحاول نوضحها في الفيديو النهاردة. طبعا الكيتو دايت هو عبارة عن الكيتونات اللي بتطلع من الكبد علشان تدينا مصدر للطاقة تاني غير الجلوكوز. الناس متعودة انها تعيش فترة طويلة جدا على الكربوهيدرات والنشويات، فهو اعتمادهم في الاكل والشرب على الجلوكوز. المخ ذكي جدا، المخ بيشوف ايه الاكتر انتشارا ويبدأ يستعمله. لما بيلاقي جلوكوز كتير يبقى هيستخدم الطاقة بتاعته على اساس انها جلوكوز. امتى هيلجأ للبديل؟ هيلجأ للبديل ان هو الجلوكوز يقل خالص والدهون تعلى، يقوم يبدأ يدي اشارة للكبد طلعوا كيتونز كمصدر للطاقة. طب هل انا اقدر اعيش بدون السكريات والحلويات يا دكتور وما يجيليش هبوط؟ ومين قال ان انت اساسا المفروض تعيش بيها؟ اولا انت بتمشي بنظام الكيتو دايت، بنظام بتقلل خالص الكربوهيدرات لنسبة اقل من 10%، يعني مثلا 5%، وبترفع نسبة الدهون ل 70 أو 80%، والكربوهيدرات 5، يبقى كده عندنا 75 و5 80 و20% من البروتين. طيب ليه؟ لأن مشكلة المرض مقاومة الأنسولين والسكر هو بسبب الكربوهيدرات. مشكلة أمراض القلب والأمراض اللي موجودة وارتفاع الضغط والسكر والأمور دي كلها بسبب هرمون الإنسولين. فكرة الكيتو دايت وسبب نجاحها ونزول الوزن، أنت متخيل لما أجي أقول لك أنا هخسسك بس هأكلك دهون؟ فأنت طبعًا تقول إيه التفكير ده؟ لا، ده أنا كمان بقول لك حاجة، يعني أنا بقول لك أنت هتخس بس هتاكل دهون. يا دكتور ده الدهون بيقولوا بترفع الكوليسترول وبتعمل وبتعمل وبتعمل. لا خالص، أنا هقول لك على حاجة تانية خالص، أنت هتخس بس هتاكل ايه؟ الدهون. فانا كل الفكرة ايه؟ الدهون لا ترفع الانسولين في الجسم، الدهون ما بترفعش الانسولين في الجسم، تمام؟ امال ايه يا دكتور اللي بيرفع الانسولين وبيعمل لنا المشاكل اللي احنا بنشوفها دي كلها؟ النشويات، كربوهيدرات، البروتين الزايد. لو البروتين في المعقول ال 20% اللي احنا قلنا عليهم مش هيحصل مشاكل. يبقى اذا انت عندك الفكره بتاعت الكيتو ان انا اقلل الانسولين، هقلله ان انا اقلل السكر. ليه؟ لان الانسولين هرمون ما بيطلعش الا اذا السكر عالي عشان يحرقه ويدخله جوه الخلايا. انت عندك اصلا هرمون الانسولين شغال 24 ساعه عمال يدخل جلوكوز جوه، بقت فيه اطنان من الدهون والسكر جوه الكبد والخلايا بتاعت الجسم كلها. فانا لما اجي انزل الهرمون ده فكرته، وادخل السكر ده اطلعه بره خالص، هيبدا الجسم يحرق الدهون ويطلع الكيتونز. ده رقم واحد.
شوفوا بقى نقطة مهمة لازم نفهمها كلنا، وده درس مهم لينا. الجسم عشان يبدأ يدخل في كيتوزيس، الكيتونز اللي هي الأجسام الكيتونية اللي بتيجي نتيجة حرق الدهون، هياخد وقت طويل، هتتوقف على نسبة الدهون اللي في جسمك. يعني واحد عنده وزنه 150 كيلو غير واحد عنده وزنه 80 كيلو، لأن الجسم هياخد وقت طويل علشان يبدأ ينزل السكر والدهون، السكر والكربوهيدرات اللي في جسمه، الجلايكوجين والمخازن، عشان يفضي المخازن ويبدأ يعتمد على الدهون. ممكن ياخد أسبوع 2 3 4 5. وعشان تخش في الكيتونز، في الكيتوزيس، أول ما تبدأ صيام متقطع وأول ما تبدأ تقلل الكربوهيدرات والنشويات وتمنعها خالص بنسبة 5% بس من أكلك وشربك، هيبدأ يتحسن جدا وتبدأ الكيتونز تبدأ تشتغل. علشان كده في ناس تيجي تقول لك يا دكتور أنا عامل الكيتوجينيك دايت وما خسيتش. أنت مش كيتوجينيك دايت، هات الشرايط بتاع تحليل البول أو جهاز عامل زي جهاز السكر بتقيس الكيتونز في الدم. يبقى إذن أنت محتاج تتأكد، يبقى لازم تقيس الكيتونز، لازم تقيس الكيتونز في البول وتشوف إذا كانت بلس 1 بلس 2 بلس 3، علشان تبدأ عرفت ان انت دخلت في الكيتوجينيك دايت. طيب حتة ان هو بيعمل نقرس وبيرفع اليوريك اسيد، لو انت زودت البروتين وما خدتش ليمون وما خدتش حاجات فيها بوتاسيوم، يبقى انت لو كلت خضار، ما هي المشكلة ان احنا بنبدأ نعيش الحياة غلط. يعني احنا مثلا ايه، البروتين المفروض 20%، فانت انا واثق بتبقى عامله 80%، عامله 50%. لا، البروتين ما يزيدش عن 20 علشان ما يحصل لكش موضوع النقرس وموضوع اليوريك اسيد العالي. طيب لازم اكل خضار كتير، يعني على الاقل 7 اطباق 8 اطباق خضار متوسط كده يوميا لازم. طبيعة الاكل والشرب بتختلف من واحد الى التاني، يبقى احنا كده ناكل خضار كتير هنمشي صح. الدهون يجب حسابها ما يتزيدش عن 40 جرام من الدهون، ما هو برضو الكالوريز السعرات الحرارية هتبقى، ما ينفعش ان انا قاعد اكل دهون دهون دهون. التسعة الواحد جرام من الدهون 9 كالوريز، الكالوريز فيه عالية. فانا مثلا انا هعمل لكم نظام جدول تمشوا عليه. انتوا مثلا لما يكون في 40 جرام من الكالوريز في اليوم، 40 جرام في الوجبة، 40 جرام من الدهون، فلازم ابقى عارف البيضة الواحدة فيها كام جرام دهون. البيضة الواحدة فيها 5، يبقى انا هاخد 5 بيضات في اليوم او 4 بيضات يوميا، يبقى في 5 ب 20 جرام، انت ليك في الوجبة الواحدة من 20 ل 40 جرام. فانت لما تيجي تحسبها وتمشي بروتين بتاعك بنسبة 20% من الوجبة، يبقى انت كده ماشي صح. والكربوهيدرات 5%. انا عايز اقول لكم انك ممكن تمشي زيرو كارب لو انت وزنك زايد، يعني واحد وزنه 180 كيلو كنت ماشي معاه علشان ينزل وبدون عملية. في نقطة مهمة الناس مش واخدة بالها منها، الكيتوجينيك دايت هينقذك من انك تعمل عملية تكميم للمعدة. الكيتوجينيك دايت هيحسن مقاومة الانسولين والسكر عندك في جسمك. يبقى انت ايه اللي يخليك تعمل عملية وتبطل اكل غصب عنك وانت في ايدك تعمل كيتوجينيك دايت وما تاكلش بالطريقه السيئه والعادات السيئه اللي احنا ماشيين فيها. موضوع الكوليسترول، انت كوليسترولك زي في الاول هيعلى، الكوليسترول في الاول هيعلى، لكن بعد كده هينزل. ليه؟ لان هو الجسم هيبدا يحرق الكوليسترول، الدهون اللي في جسمك. في الاول الكوليسترول، اول ما بتبدا في الكيتو دايت لو جيت تحلل الكوليسترول ما تحللش بعد شهر واتنين، تحلل بعد 6 شهور. ليه؟ لانه بيعلى الكوليسترول لانك انت بتاكل. وبعدين الكوليسترول خلي بالكو مش بالمنظر اللي الناس خايفه منه، الكوليسترول المخ، وزن المخ اللي في الجسم 5% من وزن الجسم. المخ نفسه بياخد من جسمك 25% من الكوليسترول اللي في الجسم، هو المخ بياخدهم ليه. في نقطة مهمة تانية، الكوليسترول ما بيجيش من الأكل والشرب، نسبة الكوليسترول اللي بيجي من أكلنا وشربنا هو 15-20% فقط. الكوليسترول الكبد بتاعك بيعمل من 1500 ملي جرام، يعني من 1.5 جرام ل3 جرام في اليوم، 3000 ملي جرام يوميا بيعملها الكوليسترول. علشان انت من غير الكوليسترول ما تقدرش تعيش،
فيتامين دي، تستوستيرون، هرمون الذكوره، الكورتيزول، كل دي حاجات لازم لها الكوليسترول. فالناس اللي بتاخد الادويه والناس اللي بتاخد، احنا دلوقتي بنتكلم على الكوليسترول وفوائده، الخلايا بتاعه الجسم نفسها مبطنه بالكوليسترول، يعني انت من غير الكوليسترول ده لا يمكن هتعرف تعيش، تمام؟ فما فيش منه خوف خالص لو انا طبقت الكيتوجينيك دايت زي الكتاب ما بيقول. طبعا انتوا هتقولوا لي احنا عايزين الوصفات، ناكل ايه في الفطار وناكل ايه في الغداء وناكل ايه في العشاء. هو طبعا انك تتابع مع دكتور ده افضل شيء، لان طبعا ممكن جدا تكون عندك حاجات معينه يعني ما ينفعش ان انت تعملها، عندك مشاكل وامراض تانية احنا ما نعرفهاش، لكن احنا بنتكلم على اساس اللي هيقدر يعمل الكيتو دايت. ويا حبذا لو الكيتو دايت معاه الصيام المتقطع وممارسه رياضه خفيفه، هيفرق جدا في علاج مقاومه الانسولين وعلاج السكر وعلاج امراض كتيره جدا والضغط، هتلاقي نفسك ظبط جسمك، وزنك نزل. وبعدين نصيحه، اول ما تبدا الكيتو دايت ما توزنش بالميزان، بتشوف المقاس، لان الكثافه نفسها الحجم نفسه بيقل، يعني الوزن ممكن ياخد وقت على ما ينزل، لكن اللي بتلاقي البنطلون اللي بتلبسه وسع عليك، التيشيرت اللي انت بتلبسه بقى كبير عليك، كل الحاجات دي بتفرق معاك في النظام الكيتو دايت. دي حلقة أولى، حلقة مبدئية، هنعمل حلقات مستمرة وإن شاء الله تشتركوا معنا فيها بإذن الله، وتكون يعني بداية كويسة لعلاج صح وصحي ونظام غذائي صحي علاجي لجميع الأمراض المزمنة. إن شاء الله تستفيدوا بالفيديوهات القادمة إن شاء الله، ونشوفكم على خير، وأتمنى لكم الصحة والعافية. تحياتي لكم.